اهلا وسهلا فيك دكتور عفاف معكرون، حضرتك صيدلي واختصاصيه بالعنايه الطبيعيه للبشره. مشاهدينا بس قبل بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. سوري عفاف، كل مره عم نحكي عن فوائد ونصايح جديده، صح؟ اليوم حتحكي عن المستحضرات اللي بتساعد البشره على الاسترخاء. مظبوط، يعني في كتير اشياء نحن بنقدر نعملها بطريقه كتير هينه كتير حلوه وعندها فوائد، وبنقدر نحن نعدلها بحسب نحن شو في عنا، يعني شيء معين حابين انه نستفيد منه، ان كان للبشره او ان كان حتى كتاثير على النفسيه. نعم. اللي رح نعمله اليوم هن كريات بيستعملوا بمي الحمام، كتير هينين وبنفس الوقت باث بومز، صح بيقولوا باث بومز، او بنقلهم اوقات فيز بولز، لانه هي بتفرق، يعني بتعمل افرفيسانس، بتصير بتطلع من قلبها الغاز وبتتفكك بالمي. بس دكتور عفاف قبل ما نبلش فيهم، بس صح، في كم سؤال. الحياه السريعه اللي بنعيشها شو تاثيرها السلبي على بشرتنا؟ يعني هيدا للاسف عامل الناس اوقات يمكن ما بيحسوا فيه، ولكن يوم على يوم يعني هيدا الشيء اكيد بيتراكم، لانه في عندك عامل كثير اساسي اللي هو الستريس. وقت اللي بتكوني مضغوطه وحتى اوقات يمكن قاطعه بظروف معينه، هيدا الشيء بخلي يصير في عندك شيء بنقول له الاوكسيديتيف ستريس، يلي هو بياثر على البشره، بخلي يصير في عندنا جزئيات حره، كمان بتخلي الكولاجين يلي هو بيعطي شو بيكون عم بيصير بالبشره؟ بتكون البشره عم تتكسر، بيصير في عندنا الكولاجين عم يتكسر بسرعه اكثر، يعني هو هيدا الشيء طبيعي انه يصير مع التقدم بالعمر، ولكن وقت اللي حدا بيكون قاطع باوكسيديتيف ستريس هيدا الشيء ما بيساعد، بالعكس بيعجل. نعم، هون عم نحكي على بشرة الوجه والجسم، صح؟ الوجه والجسم، الوجه أكثر شيء ببين، يعني أكثر من الجسم، لأنه العضل رقيق، يعني ما في عضل مثل بباقي الجسم لحتى يحمل البشرة ويشدها. شو فوائد الاسترخاء لما نرجع على البيت بعد نهار طويل؟ كتير، يعني اذا واحد بيقدر يلاقي وقت لو 10 دقائق هيدا الشيء كتير بيساعد، لانه بترجع شوي، يعني واحد بيرجع هيك يعني بيروق شوي، بيرجع بخلي جسمه يرتاح، وهيدا الشيء بيحضره لنوم احسن بالليل كمان. نعم. ليقدر يرجع يتابع تاني نهار، لانه كمان عنده ضغط وشغل، يعني فهالفتره هيدي بتكون بريك، بترجع بتنشط الجسم وبتحسن كمان الطاقه، يعني بصير يقدر. نعم. يرجع يتحمل. اليوم حضرتك حتعلمينا كيف نسترخي، صح؟ من خلال ال مظبوط، رح نعطي هيدي الوصفه. اهين شيء انها تنعمل لحتى يكون يعني الحمام بيقدر. نعم. انه يرخي الاعصاب. نعم. ويخلي الانسان يعني يتحضر لنوم مثل. نعم. ما قلنا سهل اكثر، ولكن رح نعطي كمان طرق ثانيه. نعم. او منعدل بمكونات صغيره منخليها تصير عندها فوائد اخرى هلا بنحكي. نعم. عنهم. وقبل ما نبلش بس بدي اذكر المشاهدين اللي عنده اي اقتراح او يلي حابب يعرف عن اي مستحضر كيف بيتم تركيبه بالبيت، في يتواصل معنا عبر الفيسبوك او حضرتك كمان عندك بيقدروا يتواصلوا معي على الفيسبوك بيج يلي. نعم. هي ناتشرال بيوتي فارماسي، بيقدروا يبعثوا اذا هن عندهم سؤالات او حابين مثل ما قلتي ياخذوا تركيبه معينه، بيقدروا يتابعوا على الفيسبوك بيج اشياء قطعت، وكمان اذا بدهم اشياء. أوكي. جديده بنبقى بنقدمها. فينا نبلش؟ يلا. اول شيء بدنا كوب او 1 كاب من صوديوم بايكارب، يعني بيكربونات الصوديوم. هلا البيكربونات الصوديوم انا حبيت هون فرجي انه كيف تبقى اوقات فيها هالحجار. أوكي. كتير مهم انه نكسرهم لحتى تصير ناعمه، لحتى نقدر نمزجها مع باقي المكونات بشكل هين وما تفرط، لانه بده يكون في عنا تماسك بهالكريات يلي بدنا نعملها. هون حطينا مقدار كوب، صح؟ حطينا كوب من بيكربونات الصوديوم. هلا هيدي الوصفه في ناس بيعدلوا فيها، ولكن اذا بدنا نخليها بضمن نطاق انه تكون ما تعمل حساسيه للبشره، او ما تكون يعني اذا بدنا نخليها نحن ناخذ نتيجه من دون ما نكون كثير قويناها، بيتبعوا المقادير يلي انا رح اعطيهم اياها، يلي هي كوب بيكربونات الصوديوم مع نص كوب من حامض الستريك او حامض الليمون يلي هو ستريك اسيد. في ناس بحطوا مقادير معادله، يعني كوب بكوب. انا برايي انه بنقدر ناخذ النتيجه بنص كوب حامض الستريك يلي هو اسيد، وافضل انه شو فوائده؟
هم هول بس ينخلطوا مع بعضهم بيعطونا هال الافرفيسانس، يعني بخلوا هالكره وقت اللي بتنحط بالمي بخلوها انها تطلع الغاز وتتفكك. الحمض الستريك اذا كترنا كثير بالوصفه ممكن انه شوي يعني نحس صارت المي كانه نتفت هالاسيدتي يلي فيها قويت، وممكن ناس ينزعجوا منها. هل المقادير هيدي هي امن شيء؟ يعني انا بفضل يلتزموا فيها نص كوب بكوب مع كوب، نخلطهم كثير منيح. هول اكيد كلهم نقدر نلاقيهم بالصيدليات صح؟ بتلاقوا بالصيدليه، بتلاقوا بالسوبر ماركت، حتى كل بيت يعني في، لانه هيدي اشياء بتستعمل بشكل يومي، وبتصور انه اكثريه البيوت يعني عندهم اياها موجوده. اللي بدهم يجيبوه من الصيدليه على الارجح هو العطر يلي رح ينحط. اللي هو؟ اللي هو اذا عم نحكي للاسترخاء مثل ما قلنا باول الحلقه، افضل شيء ياخذوه هو زيت لافاند، لانه بيقدر انه يعطينا الاسترخاء. زيت اللافندر يعني. لافندر اويل يلي هو اسينشال اويل، يعني هو زيت العطري تبع زهره اللافندر. من فوائده انه بيرخي، وكمان هو يعني بيتماشى مع السيدات والرجال، يعني بينعد نيوترال منه شيء هيك محدد، يعني بيقدروا يستعملوه لجميع افراد الاسره. هلا هيدا رح نخليه لاخر شيء. لو حبيت انا شوي هيك اعمل بعض الفورمولا مميزه، وفي عنا مكون اختياري يلي هو ورق الورد. هلا اللي بحب يدخل زهر، اذا عنا زهر مجفف من لافاند كمان ممكن انه يزيده، يعني الورد اللافندر مجفف، لانه ما فينا كثير نخلي هالوصفه رطبه، احسن ما تبلش تتفاعل مع بعض. اوكي، يعني بدها تكون ناشفه لما نكون نحن عم نزيد مي قبل ترمى. نعم. هون انا عندي ورد جوري مجفف يلي هن البتال او الاوراق، كمان رح زيدهم. الوصفه سهله مبينه لهلا بس دقيقة يعني، وبعد هلا في يعني هلا انا خلطتهم بعد ما زدت لها مي، بتحسي انه بلشت تاخذ بعضها لانه بتسحب الرطوبه يلي موجوده بالهواء. مزبوط، منها لحالها يعني بتصير تجذب الرطوبه. هلا نحن وقت اللي خلطنا هالاشياء هيدي صرنا جاهزين انه نزيد الزيت العطري. لافندر. لافندر، في كمان هون بدي اقول شغله، اذا حدا يعني عنده التهاب مقرب او عم بيسعل او هيك، بنعرف انه في زيوت عطريه بتساعد انه تريح المجاري التنفس، المجاري الهوائيه، وبتساعد كمان انه تخفف من هالالتهاب، يعني بترجع بتحسن التنفس اذا واحد قاطع بجريب او يعني الكومن كولد. فساعتها بنقدر انه ناخذ الاوكاليبتوس يلي هو كمان موجود بالصيدليات. هو عباره عن شو؟ هو زيت العطري تبع شجره الاوكاليبتوس يلي يستعمل عاده، بتعرفي اوقات بحطوا اللي بتعمل بخار، يعني وقت حدا عنده صعوبه بالتنفس من الجريب او من السعله بينحط اوكاليبتوس بميه البخار. هون تقريبا نفس يعني الفكره ذاتها، ولكن بدل ما تنحط بالماشين يلي بتعطي بخار وينزاد عليها هيدي، رح نزيدها بهال الكره هيدي وتستعمل بالحمام. بيكون لها زيت الفوائد اكيد، لانه بيرجع هالزيت العطري وقت اللي عم تنحط بمي سخنه بمي الحمام عم يرجع يتبخر وبيتنشأ، فبيقدروا يكون عنده طابع طبي وممكن طابع استرخاء، وحتى اي عطر اللي بحبوه بيقدروا يعملوه. يعني فينا نروح على العطور اللي هي الاشياء جايه من زهر الليمون او التانجرين او هالزيوت هيدي يلي شوي هيك اذا حدا نفسيته يعني شوي تعبان او هيك بترجع شوي بتخليه هيك ينتعش بس أكثر. كمان زيت اللافندر معروف انه بس تشميه بتسترخي، يعني اكيد للنوم كثير منيح، يعني اذا واحد عم بفكر انه قبل النوم وتعبان ويمكن في اشياء قلقته وحابب انه يحضر حاله ليقدر ينام وما يقلق، فزيت اللافندر هو احسن خيار له. وقد ايه الكميات اللي فينا نستعملها؟ هون فينا نحط تقريبا ربع ملعقه صغيره، ما بدنا اكثر من هيك. أوكي. اكيد فيهم يزيدوا اكثر او اقل اذا هن حابين، ولكن هيدي الكميه كافيه، يعني ربع ملعقه لنص ملعقه. نحن الورد المجفف اللي ضفناه، نعم، هو بس لحتى يطفي ريحه حلوه ولا لا؟ بيعطي ريحه وكمان بيرجع بيطرى
وبيفوش على الوجه، يعني بيعطي نوع من هيك جمال، يعني جمال، وبيخلي هال يعني لون اولا، وكمان بيعطيها نتفه هيك تاتش مميزه. اوكي، هلا خلطناهم مع بعضهم. اذا حسيتوا انه هالوصفه ما عم تمسك بعدها ممكن انه نرش مي، بس هون بدنا كثير ننتبه. الريحه شو حلوه، شو وصلت لعندك؟ هلا هون انا حاطه مع المي شويه زهر، يعني مزهر او مزهر. مي زهر الليمون. أوكي. كمان بنكون نحن بدل ما نزيد مي ساده عم ندخل كمان هال، بس هي هيدي كلها مي نحن ضايفين عليها شوي مزهر، هي كميات معادله مي زهر الليمون ومي عادي. فين نستعملوا المي العادي وفين نستعملوا المي زهر الليمون. أوكي. هي هون بتصير قصه ذوق، انت كيف بتحبي الريحه يعني تكون، لانه العطور بتتمازج مع بعضها، كل واحد بحب ريحه ممكن يدي. نهائي ما راح نكتر، وهون بدي انه اللي بده يعمل هاي الوصفه يكون باله طويل، لانه اذا كتروا كثير بتبلش تتفاعل مع بعضها، يعني رشتين صغار وانطروها شوي لحتى تمسك بعضها. اكيد بالتحريك هن بحسوا انه بلشت تتماسك مع تتماسك. يعني هي هون على حسب الرطوبة يلي بتكون بال يعني بالبيت او بمطرح ما عم يشتغلوا، بس بحسوا اذا بدهم اكثر او اقل مي. هون مثلا بلشت تجمد، وفيهم يزيدوا مادة ملونة، يعني إذا حابين يعملوها زهر أو هيك بيقدروا يزيدوا كمان نقطتين مادة ملونة، حتى لو كانت سائل يعني بتنزاد عليها وبتصير يعني بتعطيها هيك طابع، بتصير كأنها يمكن كأنه شارينا جاهزة. بعد في شيء حنزيده ولا هي خلص هون؟ هلا بس بدنا نظبط ال يعني نخليها تتماسك كلها مع بعضها. قد ايه بدا وقت تقريبا؟ يعني مثل ما نحن ماشيين هي هيدي السرعه يلي بيمشوا فيها، يعني بدا دقيقتين او ثلاثه، ممكن ماكسيموم 5 دقائق بيكون خلص مسكت بعضها، بس اهم شيء انه ينطروا ما يرجعوا كثير يعني دغري يزيدوا مي، لانه اوقات بيكونوا زادوا كثير مي. مظبوط. هلا هون بدها تنعمل كريات. بعد بتجمد اكثر من هيك؟ هلا هي بتجمد وبتنحط بمطرح بشكل انه فيهم يعني ينشفوها، اذا ما بدهم يستعملوها دغري بيقدروا ينشفوها بالفرن، يعني بتنحط على صينيه تتفوت على الفرن حراره كثير خفيفه، يعني المينيموم الحراره بس لحتى شوي تنشفها، وبيقدروا يتركوها تنشف بحراره الغرفه. بس بتضاين يعني بتجمد ما بترجع؟ هلا مفروض تجمد، هون فرطت، رح نرجع نزيد شوية مي لحتى تمسك بعدها. كمان يمكن لأن الوقت مش كتير مساعدنا كرمال هيك فرطت. ايه هي اللي يعني بدها تنترك لحتى تشرب بعدها، بدها وقت شوي. ايه سو في مطارح مسكت بعدها أكثر. طيب فينا نرجع نذكر المشاهدين شو هن المكونات اللي استعملناهم؟ مكونات هن بيكربونات الصوديوم، في عنا كوب، وفي عنا كمان نص كوب من حامض الليمون او حامض الستريك، وعنا ربع ملعقه من العطر يلي هن بينقوه زيت العطري. اختياري اختياري، وبيزيدوا عليها اذا حبوا اوراق ورد مجفف أو ورد مجفف، يعني اذا كانوا اختاروا اللافاند. اوكي، هلا رح نحطها بهالبول. لا ما عم تمسك بعدها منيح، رح اجرب بهيدي. طيب دكتور بحال ما تماسكت ممكن نستعملها هي وفارته مفروطه يعني؟ ما هي بس انه لحتى هي بس كمنظر، يمكن بعدين نعملهم بولات. هي بترجع بتاخذ بعضها وبترص على بعضها. هلا نحن يعني فينا شوي ننطرها اكثر، بس انه مثل ما قلتي ما في وقتنا ما مجال، بس فينا نستعملها حتى لو هي وهيك، صح؟ حتى لو هي وهيك.
هلا انا شايفه رطوبه، في مطارح مسكت بعضها، مطارح يمكن كمان على الشو بال البروجيكتورات. مزبوط على الاضاءه، صح على الاضاءه، عم ترجع تنشف قوام. رح رش بقلب هيدي. اوقات لازم كذا محاوله ليقدروا ياخذوا يعني يصيروا يتعودوا كيف تنعمل بجو البيت وبالرطوبه يلي موجوده، واكيد حراره الجو كثير بتاثر. وهي لازم تنترك لحتى تنشف. نعم. وبعدين طيب نحن الوقت دكتور داهمنا، رح نفرجي بس المشاهدين كيف فضلي. تنعمل، رح نزلها هون بالمي ونشوف كيف بتطلع الورد المجفف. بيطلع على الورد المجفف، بيطلع على الوجه وبتطلع هيك. اكيد اذا كانت ناشفه بتضاين اكثر، يعني بتصير ريحتها حلوه على كثير، ريحه قويه حلوه كثير، ريحتها كثير حلوه ومع مية الحمام السخنه. هيك هيدا هي وصفة دكتورة عفاف معكرون. أنا بدي أتشكر حضورك معنا لليوم، مرسي لك، إن شاء الله برجع بشوفك بحلقات قادمة. مشاهدينا بعد الفاصل حنتابع مع تاتيانا كيتي وحنحكي عن المرونة بمواجهة المتاعب. فاصل وبنرجع.